تم إنشاء 4 وحدات جديدة، وحدة للخدمات الصحية والمجتمعية في اسم الصحة العامة، وحدة تانية في اسم الجراحة العامة للتدريب وتنمية المهارات، وحدة خدمات طبية وشرعية في اسم الطب الشرعي، ودي وحدة غير مسبوقة في مصر كلها، وحدة أبحاث وحوكمة بالتعاون مع وكيل الكلية لخدمة الدراسات العليا والبحوث، وجاري إنشاء وحدات أخرى شواهد الوجه والفكين والليزر، مركز قومي لحماية الأسرة. وتم عمل دمج لأول مرة بين اللي احنا قاعدين فيه دي مركز المؤتمرات والتعليم المتطور باسم مجمع التعليم المتطور. الدمج ده أدى إلى تقليل النفقات وفي ربح أكتر إداري موجود. احنا بنمثل قد إيه بقى للجامعة؟ كنا بنمثل السنة اللي فاتت 26% للجامعة، تقريبا السنة دي بنمثل 30% من الأبحاث المنشورة في الجامعة بزيادة 15%. ده ترتيب الكليات السنة دي، احنا الأول 1181، بعدين بشويه كتير كليه العلوم 881، تحتيها على طول صيدله، وبعدين هندسه بفرق كبير، وتيجي بعد كده بقيه الكليات. عدد الاسره بتاعت المستشفى ده في سنه 2016 3730 سرير، طبعا ده رقم خرافي في المستشفيات الجامعيه في اي حته في العالم. يعني عدد اسره العنايه المركزه 437، والحقيقه دول مش مكفيين ومش قادرين نشغلهم كلهم، نظرا ان احنا عندنا مشكله قويه جدا في التمريض. جالي طبعا ان احنا بنعمل حلول لذلك ثرو ان مبنى الاغراض المتعدده اللي احنا بنعمله هيبقى فيه يعني كليه للتمريض. عدد الحضانات 99، وده برضو عدد مش كافي، بس هي برضو the same problem، مشكله التمريض يعني. عدد غرف العمليات 90، وحدات الغسيل الكلوي 102، وبرضو في الظروف الحاليه ان عندنا نقص فيها. كلنا فاهمين ان احنا اللي ما بيلاقيش علاجه في أي حتة في مصر لأسباب علمية أو مالية أو خبرة مش موجودة بيجي هنا، وإحنا بنستقبله وعقيدتنا لازالت موجودة ورثناها من أساتذتنا، وأساتذتنا ورثوها من أساتذتهم، إن أي مصري محتاج علاج يتفضل أهلا وسهلا، القصر العيني هيعالجه مهما كانت الظروف. من هذا المكان أقدم تحية لكل منتسبي ومنسوبي جامعة القاهرة، من هذا المكان الذي قد لا يتاح لي مرة أخرى أن أتحدث إليهم، من هذا المكان الذي أحببته وأذوب فيه عشقا كنقطة مضيئة في جامعة عظيمة، أشكر الله أن ساق أقداري أن أكون رئيسا لها في هذه الفترة الصعبة. النهاردة بنتفرج على إرساء ثقافة للعمل الجماعي. شفتي عميد الكلية، وشفتي رئيس الجامعة، وشفتي مجموعة الأساتذة إزاي بيدوا نموذج لثقافة العمل الجماعي وللذكاء الاجتماعي أيضا. القصر العيني ما هواش مستشفى، ولا القصر العيني ولا قضية طوارئ القصر العيني اللي احنا مجتمعين ليه. القصر العيني يعني دين أمة، والباحث في تاريخ صحة مصر يجد أن القصر العيني كان علامة مميزة. نفسي الناس ترجع وتشوف صور التمريض في مصر كان عامل إزاي، والرعاية الصحية كانت عاملة إزاي في الأربعينات مش دلوقتي. لابد أن نعيد إلي بقى هذه الرياضة مرة تانية. إذا كانت الدولة قد فعلا يعني في الفترة دي بتواجه تحديات كبيرة، بتواجه مشاكل كتيرة، هنا لابد أن نستنهض المجتمع أنه يشارك مع الدولة في مثل هذه الخدمات اللي أنا بعتبرها إنها أحد الخدمات الضرورية الحاكمة في الرعاية الصحية للمجتمع. مجتمع من حقه إنه يجد رعاية صحية سليمة، غير قادر من حقه إنه يجد رعاية نفس الرعاية التي يلقاها القادر. لأ، وده الهيومن بين، ودي العلاقات الإنسانية الطيبة. أنا بعتقد إن مستشفى الطوارئ أحد النماذج اللي استنهضت المجتمع المدني معاها عشان يشارك مشاركة إيجابية فعالة. وأنا بأحيي مستشفى الطوارئ، وبحيي القصر العيني، وبحيي حركة الرعاية الصحية الحقيقية اللي بتتم دلوقتي سواء على مستوى مستشفى الطوارئ أو على مستوى القصر العيني بصفة عامة. طب هل في خطط مستقبلية ما بين مؤسسات حضرتك وكلية طب القصر العيني؟ بالتأكيد. احنا عشان تبقى عارفة، احنا عندنا مؤسسة إبداع دلوقتي اللي هي احنا وجهنا لها تلت الثروة بتاعت المجموعة كلها، هيكون لها دور في اللي بيحصل في الشيخ زايد، هيكون لها دور في مستشفى الطوارئ جامد جدا، مش بس دور دعم مادي فقط وده هيكون موجود، لكن ايضا دعم مادي ونشر وعي
لأهمية المساهمة والمشاركة وسط نهضة المجتمع في المساهمة في عمل زي كده. والآن نبدأ بالتكريم السيد الأستاذ الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة. السيد الأستاذ الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة شركات سما. أستاذ الدكتور محمد بيه بلغار أستاذ التوليد وأمراض نساء خصوص زيارته على جائزة الدولة التقديرية. أستاذ الدكتور أحمد الجانم أستاذ الأمراض المتوطنة لخصوص زيارته على جائزة الرواد التقديرية.